السلام عليكم بنات الميمات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كلكم على خير وبخير، وهذا الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال يا ربي. مرحبا بكم اليوم معايا في فيديو جديد. كيف ما كتشوف معايا راه تقولي لي ايش هذا الشيء اللي حاطه؟ هذه البنات ديالها لا بلانشا، لاول مره في قناتي ان شاء الله غادي نبارطاجي معكم البطبوط باش نشوفوا كي غادي يجي البطبوط في البلانشا. صراحه كنسمع بزاف ديال الناس يقول بان الملوي مسمن سيرتو تيجي فيه زوين، ومهم محمر داكشي كيف ما هكايا، المهم محمر مزيان. فانا ان شاء الله بغيت نبارطاجي معكم، بغيت نجرب فيه البطبوط ونشوفوا كيفاش غادي يجي، واش غادي يجي بحال انا داكشي يعني اللي، واش غايجيني بحال اللي بغيت. المهم ان شاء الله الماتيريال فريمون جا زوين وداكشي، فنصحكم تمشيو تاخدوها. راني خديتها من جيفي، راهم فهاد الساعه راه جايبين منهم بزاف. كما كتشوف معايا غارونتي 12، وحتى الثمن اللي صراحه مناسب رخيص. كنصحكم يعني، المهم الا صدقات كيف ما بغيت، سيروا خذوهم قبل ما يطيروا بهم، لان كيف ما كتشوفوا راكم عارفين جاي الصيف وداكشي الناس كيبغيو يديروا فيهم لي بروشيت وداكشي كما كتشوفوا. المهم في هاد البريز هادي باش كتهدد الحراره وداكشي من 1 حتى 5، في هادي باش كتريكوبيري لي غرام اي حاجه كما كتشوفوا. المهم البنات كما قلت لكم الا صدقات نصحكم بها، وسيرتو كما شفتوا جاي رمضان وداكشي، هادي ما كتش لاحظت بان ما غاديش تشد اليد يعني بزاف البطبوط، وغتسهل عليكم الاموريه في رمضان. اي سيرتو راكم عارفين حنا كنبغيو نديرو البطبوط بزاف، كيجي زوين في السحور وداكشي، كناكلو يعني بزاف في السحور، المهم لا الفطور ولا داكشي. كما عارفين المقله كتشد شويه اليد، هذا كيف ما كتشفتوا راه عاطي الطول البنات، شوفوا يعني تقدروا ماشي تحطوا فيها غير وحده، راه تحطوا وحده جوج ثلاثه حتى لاربعه، وسيرتو داك الميني بطبوط صغير. المهم هذاك ان شاء الله حتى نجربوا معكم في رمضان، شحال من حاجه غادي نجربها معكم هنا البنات، الملوي مسمن مسمن معمر. المهم البنات الحاجه اللي نسيت ما قلتها لكمش اللي هو الثمن ديالو 25 يورو، صراحه الثمن ديالو جد مناسب. المهم ما نطولش عليكم، ندوزو نبداو العجينه ديال البطبوط. ونبداو على بركة الله. بالنسبة للمقادير ديال البطبوط، هنا عندي جوج سلايف كبار ديال الطحين اللي يكونوا من النوعية المزيانة. المهم أنا هنا المصابرت بهاد السلافة كيف ما كتشوف معايا، عندي زلافة كبيرة ديال الفينو، هنا عندي معلقة كبيرة ديال الخميرة ديال الخبز، إلا عندكم طرية نتوما غادي ديرو طرية، عندي معلقة صغيرة ديال السكر. المهم هنا عندي الملحة، خلاص الملحة كيبقى على حسب الذوق. هنا عندي غادي ندير تقريبا معلقة كبيرة ديال الزيت البلدية، وهنايا المهم أنا هنايا غادي نجمعها بالحليب، شوية دفيتو صافي. هنايا دابا غادي نبداو، هنايا غادي ندير شوية ديال الملحة كيف ما قلت لكم البنات، الملحة على حسب الذوق. غادي ندير تقريبا معلقة كبيرة ديال الزيت، المهم أنا هنايا راه كندير يعني ميزاني. الزيت البنات ماشي مشكل، سلبية تقدر دير حتى جوج معالق كبار. المهم هنايا صافي غادي نبدا نجمعها في العجينة ديالي، غنخلط مزيان الطحين مع الفينو صافي. هنا غادي نبدا نخلط بالحليب. خاصة البنات العجينة راكم عارفين العجينة ديال البطبوط، المهم خاصها تجي خفيفة ما تجيش قاصحة، ولكن ما تجيش عطيني خفيفة بزاف، المهم تجي خفيفة وصافي راكم عارفين. صافي هنا كيفما كتشوف معايا دابا راني جمعت العجينة ديالي، هنا غادي نوضعها لبلون طخافاي وغادي ندلكها مزيان حتى تخفف ليا. فوالا هنا البنات كيفما كتشوفوا معايا دلك العجينه ديالي مزيان حتى ولات خفيفه كيفما كتشوفوا معايا، ضروري باش كيجيكم البطبوط زوين. صافي هنا دابا بارك عليها، غادي نوضعها هنايا وغادي نفنيها ونخليها حتى كيضاعف الحجم ديالها، ضروري ترتاح واحد شويه. صافي كتحطوها فشي بلاصه سخونه هكايا اللي ما عندش الوقت باش كتطلع دغيا، ولا كتسخن واحد شويه الفران وكتطفيوه وكتدخلوه دغيا دغيا كيخمر صافي ونرجع معكم. اي فوالا انا البنات كيفما كتشوفو معايا جات ليكم العجينة ديالي ضعف الحجم ديالها كيفما كتشوفو. المهم هنايا غادي ناخد شوية ديال السميد، شوية ديال السميدة
غادي نفرغ من هذاك الهواء صافي. نلبس كيف قلت لكم غادي نفرغ من هذاك الهواء. وهنايا غادي نبدا نفرق العجينه ديالي كويرات. خاص بالنسبه للحجم انتما ديروا الحجم اللي بغيتو، بغيتيهم صغار غديروا بطبوطات صغار، بغيتيهم يعني كبار. هنا انا غادي نديرهم متوسطين. وهنا غادي نقادهم فوالا. هنا كيما كتشوفوا معايا خرجوا ليا 6. المهم هنايا غادي نخليهم غير واحد شويه هكا، يا تقريبا 5 دقائق حتى 10 دقائق، نخليهم غير شويه يرتاحوا هكا بخي غادي ندوز نقرصهم كيما كتشوفوا. فوالا هنا البلاص من بعد 10 دقائق دابا غادي نقرص البطبوط ديالي. هنا خديت البلاطو كيما شفتوا درت له المنديل، وهنايا غادي ناخذ السميده ديالي غادي ندير شويه في الكون طافاي وغادي نقرص البطبوط ديالي كما شفتوا هنا. البنات انا ما درتهمش كبارين بزاف، وهنا قرصهم مزيان ما يجيوش رقاقين بزاف، غادي ما خصهمش يجيو غلاطين بزاف لان مزيان غادي يزيدوا يخمروا لينا. كما شفتوا هنايا البنات درتهم موين كما كتشوفوا معايا. شوف صافي. هنا دابا غادي نحط في البلاطو ديالي وغادي نكمل مع الاخرين. وهنايا كيفما كتشوفو معايا دابا هنايا صافي راني قرصتو كلو. دابا غادي نغطيه وغادي نخليه يرتاح تقريبا هكايا نص ساعة ونرجع معكم. وهنايا غادي ندوزو لابلانشا. بالنسبة صافي هنايا راني برونشيتها، دابا غادي نريكل لا شالوغ. شو هادي راك شالات. دابا غادي نديرها في 3، غنديرها في الوسط لأن منعرف 4 و 5 خفتها لا تسخن بزاف او تصدق حرق لي البطبوط ولا شي حاجه. قلت اللهم نديرها غير في 3 لان راكم عارف اول مره غادي نستعملها، قلت غادي نديرها غير في المويه في 3 لان 4 و 5 ما عارف تقدر تكون مجهده، دونك داكشي علاش درتها في 3. صافي غادي نخليها دابا تسخن ونطيب البطبوط ديالي. صافي هنا البنات كما كتشوف معايا دابا خديت البلاطو ديال المطلع ديالي، البلاشه ديالي سخنات. غادي ندهن عليها غير واحد شويه ديال الدهنه بشويه ديال الزيت البلديه. طيب هنا سخنات مزيان كما قلت لكم البنات، انا درتها غير على 3 ما بين 2 و 3 انا ما عرفتش ما بغيتش نجهد عليها. دابا طيب هنايا غادي ناخذ البطبوط ديالي بسم الله ونشوفوا هادشي كيفاش غادي يجي. هنايا درت وحده غادي ناخذ الثانيه وندير الثانيه شويه البنات. راه درت 2 راه مازال ليا البلاصه. الثالثه غنقدر ندير حتى 4 من هنايا، انا غادي ندير غير 3 وغادي يبقاو لي 3 من بعد. وهنا راه كيبان لكم مزيان. شوف هنا البنات راه نقدر ندير كيف ما قلت لكم حتى 4، مي انا كوم هنايا درت 6 غادي ندير 3 ومن بعد غندير 3 هنايا. الله يستر تبارك الله راه بداو كيتنفخو باش يبان لكم مزيان.
شوربة بيبات كيتنفخو داكشي، بس من الأحسن ما تجهدوش عليه. هنايا دابا كيف ما قلت لكم كيتنفخو، غادي ندير شويه ديال الزيت هكايا، نقطع عليهم شويه ديال الزيت من الفوق صافي. هنا غادي نشوف بداو كيتحمروا، وغادي كيتحمروا الصراحه. صافي هنا دابا غادي نقلبهم، شفنا البصل كيتحمروا. نقلب هذه حتى هي، وغيمه ولدات ما عندي ما نقول صراحه. وهكا تحمر وسيرتو البطبوط كيتنفخ مزيان. بغيت انايا غادي نقطر شويه ديال الزيت، وانا البنات كيفما كتشوفوا معايا فريمون ما عندي ما نقول، غزاله تبارك الله كتحمر من داكشي، وسيرتو ما كتاني ما كتشدش اليد بزاف. هنا راكم تقدروا تحطوا حتى ربع صافي. غادي كندهن بشويه ديال الزيت البلديه، راه ما كتبرد البلانشه ما والو، داك الحراره اللي درتو عليه كتبقى. فوالا هنا البنات صافي، دابا غادي نحيدو بارك عليهم فريمون ما عندي ما نقول، النتيجه ديالهم خرجت غزاله. دابا هنا غادي نحيدو، و سيغتو ما كيشدوش اليد بزاف، يعني فرانشمون حسن من المقله. صافي دابا غادي ندوز نكمل الاخرين اللي بقاو ليا ثلاثه. سيرتو هذا في رمضان لباس هاد البلاصه، والله الا غادي تهنيك وخا تحيد لكم كاع صراحه غير دغيا ديما نقول. صافي ني غادي نقصر شويه ديال الزيت، صافي غادي نخليهم غيبداو كيتنفخوا بالشو. وهنا بداو كيتنفخوا عاد. انا البنات انا نقصت عليه، ما بغيتش نجهد كيما قلت لكم من 4 ل 5 لان خفت لي يمشيو يتحرقوا، لا ما يطيبوا في عافيه كمهيله يعني، او لا نجهدوا وما نعرف يصدق داكشي محروق، ما حنا لا غنخليو البطوط الكوتي لا والو. الله ما بيت غير بشويه، الله ما نقص عليه يطيب على خاطره. صافي هنا غبدا البنات كيتنفخو، فريمون البنات هاد البلاصه غتساعدكم يعني مزيان في رمضان. والله ان شاء الله في رمضان غنجرب معاكم من ملوي العادي من ملوي معمر البطبوط الصغير. فوالا هنايا دابا كيفما كتشوفو معايا دابا هنايا نفخو، دابا غادي نقلبوهم. شوف اللولين البنات راني زربت عليهم طيطي قلبتهم، هادو راه خليتهم واحد شويه حتى تنفخو مزيان. صافي هنايا غادي ندهنهم بالزيت، صافي ونخليهم عاوتاني يطيبو من الجهة الأخرى. هانتوما البنات شوفو نتا عرفتو فريمون جاو غزالين ما ديما نقوله. صافي هادو إلا بغيتو دهنهم ديك الساعات بالزبدة دهنهم بالزيت، أنا هنايا كنفضل يعني دهنهم بالزيت البلدية. شوف فريمون ما عندي ما نقول البنات شوفو غزالين. صافي هنا غادي نخليهم يكملو الطياب من الجهة الأخرى، وغادي نحيدهم. صافي
انا حبيباتي كيف ما كتشوفوا معايا، هذا هو البطبوط ديال لا بلانش فريمون. ما عندي ما نقول، جا بحال بغيت جا يعني محمر من داك الشيء فريمون. المقله احسن من المقله فريمون، غادي تنفعكم بزاف في رمضان. راكم عارفين المقله كتشد شويه ديال الوقت، طيبي بوحدها بوحدها، هذاك ما شتو كبير فريمون، غتنفعكم بزاف. والثمن ديالها هو يعني مناسب، وداك الشيء بالنسبه للناس اللي عايشين في فرنسا وموجودين. البلانشا هكا في المغرب راه موجودين في مرجان وداكشي، المهم راكم عارفين. ففريمون نتمنى ديال هاد الفيديو ديال هضنا يعجبكم. شكرا على التعليق ديالكم الزوينه، شكرا شكرا على الدعم ديالكم. تهلاو فريسكم ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم.